داخل أروقة محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، كانت الجلسة الثانية في قضية التنظيم المنسوب إلى حزب الله، حيث تتم محاكمة 22 متهما، بينما ما زال 3 آخرين في عداد الهاربين خارج الأراضي المصرية. واليوم كان النظر في فض الأحراز والأدلة الخاصة بالمتهمين في القضية التي تضم لبنانيين و18 مصريا و5 من الفلسطينيين وسوداني، حيث كانت مجمل التهم تتلخص في التخابر والقيام بأعمال إرهابية داخل مصر وتدبير مفرقعات وحيازة مواد مفجرة. الفترة الوحيدة اللي لما بيجوا هنا اهو المحكمة المرتين اللي جم فيها المحكمة، فهم مضغوطين، وبعدين هم حاسين بالقلق، يعني هم بيسألوا ايه الأوضاع، هم خايفين جدا. أنا أزعم أن هذه الأحراز التي عرضت اليوم لا تحمل أي دليل إدانة على الإطلاق، لأن أشرطة الفيديو المودعة، أشرطة الفيديو كلها أشرطة لمعاينات أجرتها النيابة لأماكن ضبط المتهمين أو للأماكن التي قيل أن المتهمين كانوا يراقبون من خلالها السفن التي تمر في قناة السويس فقط. يعني هذه هي الأحراز التي عرضت علينا اليوم. كانت مفاجأة هذه الجلسة حضور زوجة المتهم الثاني في القضية محمد يوسف منصور وشهرته سامي شهاب إلى قاعة المحكمة، حيث قامت بزيارته بالأمس والجلوس معه في سرايا النيابة. لا 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 ولا شيء ولا شيء، ما في احكي معه من برا القفص. لا 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 بيروت هلا. انا بعرف انه حكم المصري القضاء المصري عادل، وان شاء الله يحكموا بالعادل وبس. تأجيل الجلسة إلى يوم 28 من هذا الشهر لإعلان شهود الثبات والاستماع إليهم مع جلسة استثنائية خاصة يوم الاثنين القادم، تقتصر على محامي الدفاع للنظر إلى الأحراز والبت فيها مع قاضي المحكمة. هذه الجلسة جلسة فض الأحراز تريح جهة الدفاع، أنا قد أراحتني لأنني رأيت موجودات تريح المحامي. لا أريد أن أتوسع لأنني أريد أن أخدم موكلي، ولكن فاجأتني إيجابا هذه الجلسة. الأحراز اللي تمت يعني الخاصة بمحمد يوسف منصور، هل هي أحرازه فعلا ولا في حاجات ملفقة ليه؟ هذا لا لا، حتى تاريخه نقول أن هذه هي أحرازه فعلا. هذه البوادر تتجه باتجاه المستشار عادل عبد السلام جمعة، والمعروف عنه أحكامه المتشددة في قضايا الرأي العام الشائكة.